انطلاقة الشوط الثالث من هذه الأمسية وصدارة قوية من وسط الجياد وديان القاعية والفارس جيفرسون سميث الوصافة مع الجواد فتحي والنار ريسينج وسفيان سعدي في الترتيب الثالث عنيد الشحانية وتوماس لوكازي في الترتيب الرابع تايا 51 إيست ريسينج وشيبان ميزور في الترتيب الخامس الجواد طارش الشحانية وشكر البلوشي والترتيب السادس الجواد المستفزة وتيجاش جوكلات نقطة 1200 متر والجياد بصدارة وديان القاعية سيد محمد أحمد سلمان الهجري وجيفرسون سميث الوصافة بوضع اليد مع فتحي السادة وذنان ريسينج وسفيان سعدي الترتيب الثالث مع الجواد طارش الشحانية الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني والشكر البلوشي والترتيب الرابع عنيد الشحانية وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني وتوماس لوكاسي وفي الترتيب الخامس تحرك للمقام خليفة بن شهيل الكواري وسمي الجر والترتيب السادس الجواد المستفزية القاعية ريسينج وتجاش جوكلان المنعطف ما قبل الأخير اتجاها إلى المنعطف الأخير فتحي يأخذ الصدارة والقيادة ملك السادة وذنان ريسينج وسفيان سعدي تحركات للمقام وعنيد الشحانية من الجهة الداخلية عنيد أم فتحي فتحي من وسط الجياد والجواد عنيد الشحانية في محاولة فتحي وعنيد عنيد وفتحي عنيد الشحانية وفتحي في محاولة لتقليص المسافة فتحي أم عنيد عنيد يبقى عنيد للسادة الشحانية سمولك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني مبروك Official result for race number 3. In first place, Anid Al-Shahania, owned by His Highness Sheikh Mohammed bin Khalifa Al-Thani, ridden by Thomas Lukasik. In second place, horse number 4, Fatih, owned by Wathnan Racing, ridden by Sofyan Sadi. In third place, horse number 1, Al-Makam, owned by Mr. Khalifa bin Shail Al-Kawari, ridden by Samuel Lagree. In fourth place, horse number 6, Zahi Al-Shahania, owned by Mr. Hassan Al-Matwi, ridden by Salman Al-Hajri. And in fifth place, horse number 5, Tarish Al-Shahania, owned by Sheikh Faisal bin Hamad Al-Thani, ridden by Shakir Al-Balushi.